السلام عليكم ورحمة الله. نكمل حل كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي الترم الأول الوحدة الأولى. هنكمل حل دروس الأول والثاني من الوحدة الأولى صفحة 21 اللي هي عبارة عن محادثتين. المحادثة الأولى: Hello, can I ask you some questions for an interview؟ مرحبا، ممكن أسألك على بعض أسألك بعض الأسئلة في المقابلة الشخصية؟ فأنا ممكن أقول sure أو yes، you can أو yes of course. Now first question: what time do you get up؟ أنت بتصحى الساعة كام؟ فأقول مثلا I get up at 6:30 AM. أنا بصحى الساعة 6:30. ممكن أقول I always get up at 6:30 AM. بعد كده yes I have one brother، نعم أنا عندي أخ واحد. فأنا ممكن أقول do you have any brothers، هل عندك أي إخوات ولاد؟ قال له yes I have one brother، أنا عندي أخ واحد. سأله سؤال قال له my brother is older than me، أخويا أكبر مني. يبقى مين الأكبر؟ يبقى هو is older you or your brother، مين الأكبر أنت ولا أخوك؟ قال له my brother is older than me، أخويا أكبر مني. What does your father do؟ ما وظيفة أباك؟ أي حاجة بقى أكتبها ممكن أقول he is a vet، هو طبيب بيطري أو أي وظيفة. المحادثة التانية: where do you live؟ أين تعيش؟ قال له الإجابة. بعد كده سأله سؤال قال له I live with my family، بعيش مع أسرتي. Do you usually have dinner with your family؟ هل أنت عادة بتتعشى مع أسرتك؟ قال له إجابة. How often do you do exercise؟ قد إيه كم مرة أنت بتتدرب؟ فقال له إجابة. وبعد كده سأله سؤال قال له I like to go to Paris on holiday، بحب أروح باريس في الأجازة. يبقى أنا ما حددتش هو بيعيش فين، فأنا هكتب مثلا I live إن كايرو في أول واحدة. وهنا السؤال قال له أنا بعيش مع أسرتي، يبقى مع من تعيش؟ يبقى هو do you live with، لما هي with موجودة مع عاقل بخليها في آخر الجملة آخر السؤال قبل علامة الاستفهام وبسأل بهو مع من. do you usually have dinner with your family، هل أنت عادة تتعشى مع أسرتك؟ أي حاجة برضو متروكة لأن هو مش معلق عليها خالص. فأنا زي ما أنا عايز أقول أقول مثلا yes I do، ولو كتبت no I don't صح برضو. how often do you do exercise، أنت بتتمرن قد إيه؟ ممكن أكتب twice، مرتين a week، مرتين في الأسبوع. بعد كده سأله سؤال قال له I like to go to Paris on holiday، بحب أروح باريس في الأجازة. يبقى أين تحب أن تروح؟ يبقى where do you like to go on holiday، بتحب تروح فين في الأجازة؟ شكرا وسلام.